بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. درس اليوم هو المتجهات والإزاحة. في حصة اليوم سنتطرق إلى عناصر متجهة ثم تساوي متجهات. لدينا مستقيمات متوازية. بما أنها متوازية فإننا نقول أن هذه المستقيمات لها نفس الاتجاه. إذن إذا كان مستقيمان د والد إشارة متوازيين فإننا نقول إن لهما نفس الاتجاه. نعتبر نقطتين أو ب مختلفتين، هاتين النقطتين تحددان منحيين متعاكسين، المنحى من أ نحو ب ومنحى من ب نحو أ. هذا السهم هو ما يسمى بمتجهة ونرمز له بالرمز أبيض. أ هو أصل المتجهة وب طرف المتجهة، طبعا متجهة أبيض. أ دائما هو الأصل، متجهة ب هكذا. إذن الزوج أبي يحدد متجهة نرمز لها بالرمز أبي. النقطة أ هي أصل المتجهة أبي، والنقطة ب هي طرف المتجهة أبيض. لكل عناصر المتجهة طبعا دائما نتكلم عن أ تخالف ب، أ تخالف ب. الزوج أبي قلنا يحدد متجهة المضاربة في أبيض. نقطة أ هي أصل المتجهة ب والنقطة ب هي طرف المتجهة أب. للمتجهة أب ثلاث عناصر تحددها: الاتجاه، المنحى، المنظم أو المعيار. المستقيم أب هو اتجاه المتجهة أب. داخل متجهة أب المستقيم أب كامل هو ما يسمى باتجاه المتجهة أب، أو هو مستقيم آخر يوازي مستقيم أب. المنحى منحى نصف المستقيم أب هو منحى المتجهة أب. المنظم أو المعيار طول القطعة أب هو معيار المتجهة أب. إذا عندنا متجهة مثلا هكذا أب، فالمنظر ديالها هو طول هذه القطعة. الاتجاه ديالها هو المستقيم أب يعتبر أو مستقيم آخر يوازي منحى ومن أ نحو ب مثلا بالنسبة لهذه المتجهة. إذا كانت هنا متجهة هكذا فالسي دي نفس الشيء
منحى ديالها هو من سي نحو دي، الاتجاه ديالها هو المستقيم سي دي، والمنظر ديالها هو كل قطعه سي دي. نلاحظ بان دائما متجهه نكتبها بهكذا، السهم من اليسار الى اليمين. ملاحظه، لا يمكن ان نكتب، لا يمكن ان نكتب المتجهه اب تساوي 3 مثلا. لماذا؟ لان المتجهه اب ليس بعدد. اذا لابد كل متجهه غير منعكبه اب لها 3 عناصر تحددها، وهي الاتجاه والمنحى والمنظر او المعيار. طبعا المعيار هو المسافه اب بي، اذا كنا نتكلم عن متجهه اب بي. الان سنتكلم عن حاله خاصه، المتجهه المنعدمه. طبعا اذا كان ا و ب نقطتين منطبقتين، نقطتين منطبقتين، فإن الزوج ا او ب يحدد المتجهة المنعدمة ونرمز لها بالرمز هكذا. المتجهة المنعدمة ليس لها اتجاه ولا منحى. إذن المتجهة المنعدمة ليس لها اتجاه ولا منحى، لماذا؟ لنخرج من نقطة يمر عدة مستقيمات. إذا لا يمكن أن نأخذ هذا المستقيم هو اتجاه هذه المتجهة. كذلك ليس لها منحى لأنها هي نقطة ثابتة هكذا. منظرها يساوي صفر، منظرها يساوي صفر. إذا ننتقل الآن إلى تمرين تطبيقي. لاحظ الشكل، جانبان ABCD شيء منحرف، قاعدتان AB وCD، حيث AB أصغر من CD. أولا قارن عناصر المتجهتين ا ب و د س. ثانيا لتكون E نقطة من القطعة DC، حيث DE يساوي AB. ألف قارن ألف تحقق أن الرباعي ABED AB فدي متوازية. باء قارن عناصر المتجهتين أب و د. إذن أعيد، لدينا أب سي دي شبه منحرف، قاعدته AB و DC. السؤال الأول هو قارن عناصر
متجهه ب وعناصر متجهه دي سي. ثانيا لا لتكن او نقطه من دي سي حيث المسافه ا ب تساوي المسافه دي او. قارن البين اولا ان ب ا ب او دي هو شيء منحرف، ثم بعد ذلك نقارن العناصر المتجهتين ا ب هو الدي. تصحيح لدينا ا بي سي دي، لدينا ا بي سي دي شيء منحرف قاعده ا بي و دي سي. اذا مستقيم ا بي يوازي مستقيم دي سي، اذا المتجهتين ا بي و دي سي لهما نفس الاتجاه. لدينا منحى المتجهة ا بي ومن ا نحو بي في هذا، ثم منحى دي نحو سي نفس الشيء. اذا المتجهة ا بي ومتجهة دي سي لهما نفس المنحى، اذا منحى ا بي هو نفس منحى المتجهة دي سي. لكن لدينا ا بي اصغر من دي سي، اذا ا بي و دي سي ليس لهما نفس المعيار. اذا ليس لهما نفس المعيار. بالنسبة الان لانشاء او، هل استعملت حقيقة؟ هكذا، إذا منحى متجر ب هو نفس
منح المنتجية دي او. إذن كما تلاحظون منتج هاتين ا دي و دي او لهما نفس الاتجاه اللي هو المستقيم ا بي او المستقيم دي او او المستقيم دي سي، لان ا بي هو دي سي. كذلك المنتجها ا بي و دي او لهما نفس المعيار، لان المسافه ا بي تساوي مسافه دي او. كذلك لدينا المنحى من ا نحو دي ونفس المنحى من دي نحو او. نقول ان منتج هاتين ا بي و دي او متساويتين. لماذا؟ لان تحقق العناصر الثلاث التي ذكرناها سابقا في هاتين المنتجين. الآن تاليا تساوي منتجات. إذا قلنا أن منتجها AB منتجها DE لها نفس المنحى، لها نفس الاتجاه، ولها نفس المنظر. إذا نقول بأن منتج AB ومنتج DE متساويان. طبعا إذا AB ود ب س و د نقاط في المستوى. منتجها ا ب تساوي منتجها د س، تعني ان ا ب و د س لهما نفس الاتجاه، اي AB يوازي DC، AB و DC لهما نفس المعيار، اي AB يساوي DC. منتجها AB و DC لهما نفس المنحى، إذا تحققت الشروط الثلاث فإننا نقول بأن AB يساوي DC، وإذا كان لدينا AB يساوي DC فهذه الشروط الثلاث تتحقق.
سنحاول أن نأخذ أمثلة. لدينا A B و C نقاط من المستوى، ننشئ نقطة D حيث A B تساوي C. هنا حالتين، إذا كانت A B و C غير مستقيمية، إذا كانت A و B و C مستقيمين. إذن A B و C غير مستقيمين، نقطة C كما تلاحظون الآن. عندنا A B يساوي C، إذن يعني أن المتجهتين AB و CD نفس الاتجاه، عبارة أخرى أن المستقيم AB يوازي CD. إذن النقطة D فتنتمي المستقيم المار من C والموازي لـ D، إذن النقطة D ستنتمي لهذا المستقيم. لدينا متجه AB تساوي CD، يعني أن منحى المتجه AB هو نفس منحى المتجه CD. إذن AB منحى ديالها من A نحو B هكذا، إذا D ستكون في هذا النصف المستقيم، إذا النصف المستقيم غير صالح بالنسبة لي. لدينا المتجه AB تساوي المتجه CD، يعني المسافة AB كتساوي المسافة CD، نستعمل طبعا الذكاء، نحصل على النقطة D. كما تلاحظون الآن هنا، لدينا AB تساوي CD و C لا تنتمي إلى المستقيم AB. استنتجنا أن الرباعي A B D C متوازي أربعة. إذن هنا يمكننا خاصية A B تساوي C D و النقطة C لا تنتمي إلى مستقيم A B، تعني أن الرباعي A B تحمي A B D C، A B D C متوازي الأضلاع. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، A B و C نقط مستقيمية. دائما A B و C D لهما نفس الاتجاه، يعني أن المستقيم A B ومستقيم C D متوازيان. إذن C تنتمي إلى مستقيم AB، إذا النقطة D ستنتمي إلى مستقيم AB كذلك، لماذا؟ لأن AB ومستقيم CD متوازيان ولهما نقطة C مشتركة، إذا فهما منطبقان، إذا D ستكون على مستقيم AB. لدينا منحى من A نحو B ونفس منحى من C نحو D، إذا D ستكون في نصف مستقيم الذي أخذه C ولا يحتوي على A. مسافة AB تساوي المسافة CD، إذا نأخذ بالبركة AB ونعطينا نقطة D، إذا المتجه AB تساوي المتجه CD هكذا. لاحظوا معي الآن في كلتا الحالتين، إذا اعتبرنا AB CD AB DC متوازي الأضلاع، إذا كما نعلم أن القطران لهما نفس المنتصف. إذا اعتبرنا E هو تقاطع القطرين BC و AD، فإي منتصف BC و AD، إي منتصف AD و BC. نقول مثلا إي جي إي هنا نفس الشيء، إي منتصف BC. إذا كانت إي منتصف BC فنلاحظ بأن المسافة إي A تساوي المسافة AD، إذن وإي تنتمي إلى القطعة AD، إذن إي منتصف AD. إذا خاصية أخرى AB تساوي CD، تعني القطعتين AD و BC لهما نفس المنتصف، لهما نفس المنتصف. تمرين، لاحظ الشكل الآتي، لدينا A B C D متوازي الأضلاع، A B E F متوازي الأضلاع.
تساوي المتجهة صفر. متجهة د تساوي المتجهة صفر. نعم، لدينا ا ب س د متوازي الأضلاع. إذا نستنتج من هنا بين المتجهة AB تساوي المتجهة DC، نتيجة واحد. لدينا AB EF متوازي الأضلاع. إذا متجهة AB تساوي المتجهة F جوج. من النتيجتين واحد وجوج نستنتج أن DC تساوي F. إذا الرباعي DCEF متوازي الأضلاع. إذا من هنا نستنتج أن المتجهة DF تساوي المتجهة CE. وشكرا، حصة اليوم قد انتهت. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله مع الجزء الثاني لنفس الدرس.